عندنا حتى حاجه تاثر علينا. احنا حزب قوي والامين العام قلت راهو عارف واش راه يقول، هذا امين عام لحزب جبهه التحرير الوطني، امين عام اكبر قوه سياسيه في البلاد. احنا ما عندنا حتى حاجه تاثر علينا، احنا رانا في انتشار، صفوفنا زادت دعمت بالشباب بالنساء بالكفاءات بالاطارات، ولا خوف على حزب جبهه التحرير الوطني. انا اقول لك اننا سنفوز في كل الاستحقاقات المقبله بفضل العمل الذي نقوم به وبفضل يعني سياسه الانتشار الذي اعتمدناها وسياسه الصراحه وسياسه تطهير الصفوف، وكل يعني العمل الذي نقوم به سيؤهلنا لان نحافظ على ثقه الشعب ونحافظ على مواقعنا الرياديه في الساحه السياسيه.